تعددت أسباب المعاناة السكانية في العاصمة المؤقتة عدن، ولكن لا يوجد في هذه المدينة من أزمة إنسانية تفوق الحالة المأساوية لهؤلاء. بلا غدا وبلا عشاء ما يضربها إلا الله سبحانه. سنوات من معاناة هذه الفئة، ولم يثر واقعهم الموجع انتباه الجهات المعنية بتوفير أدنى مستويات الحياة الكريمة لهم. تحدثنا كثيرا أن هذه الفئة هي عبارة عن رقم انتخابي ليس إلا، يهتم بها أثناء الانتخابات ويدلل لهم كثير من الصعوبات، وبعد ذلك تصبح ورقة، هي ورقة رابحة ليس إلا. يعيش هؤلاء في أحياء لم تلتفت إليها يد الإعمار من قبل، وبيئة غير صحية تكفي لنقل الأمراض والأوبئة، إضافة لمصفوفة من المشاكل كالحرمان من التعليم والفقر والبطالة، والقليل القليل من فرص العمل لا تكفي، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأسعار المرتفعة. الراتب هذا الشهر اللي فات بس ما يكفيش ولا أي حاجة، هذا الراشن طلع، وانتم عارفين كيف الأسباب حق غلاء المعيشة. 50,000 يشيل 50,000، سألتك بالله لا أي حاجة. أما عن هؤلاء الأطفال فلا مدارس يقصدونها ولا حدائق يلعبون في فنائها، فماذا تكون أحلامهم ولأي مستقبل يتطلعون؟ فئة محرومة من أبسط مقومات الحياة، وقد أصبح واقع موظفي ومثقفي مدينة عدن ملازما للفقر والبطالة، فكيف بمعاناة طبقة مهمشة أساسا؟ وهل من تناول جدي وحل جذري يغير واقعهم وينقذ ما تبقى من أحلامهم؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.